تقارير ميدانية عن مدينة تعز. أينما وليت وجهك في مدينة تعز اليمنية ستجد مسلحين، أما حين تتجول في بعض المناطق فعليك أن تحترس، سواء كنت مناصرا للثورة أو معاديا لها. هؤلاء مسلحون من أنصار الثورة، يرابطون هنا لحماية ساحة الحرية، وفي أحد الأحياء يتجول هؤلاء بكامل حريتهم، ويتخذ بعضهم موقعا قتاليا، بينما يقوم آخرون بتنظيم حركة المرور في حي يوالي معظم سكانه الثورة. لم تكن تعز على هذا الحال، ولا كان السلاح تميزها، فما الذي حدث؟ بعد محرقة ليلة الأخدود ساحة الحرية في تعز، اضطررنا لحمل السلاح للدفاع عن أنفسنا أولا، وأيضا لحماية الثورة السلمية وشباب الثورة السلمية. في جبل جره الواقع شمال شرقي المدينه توجد احدى الثكنات العسكريه، كما توجد اخرى بجوار مستشفى الثوره قرب ساحه الحريه. كذلك الوضع في مبنى الاتصالات ومكتب التربيه والتعليم واحد المعاهد الصحيه وقلعه القاهره، بالاضافه الى انتشار من يوصفون بالبلاطجه في اماكن متفرقه من المدينه. من كل المرتفعات وضربت بانواع السلاح، والان مهدد الى الان. الآن متجه الدبابات والمصفحات والمدافع والمدافع الهوزر والمدافع القوية إلى مدينة تعز. هذا هو القصر الجمهوري، حوله بنيت تحصينات شديدة، وبجواره يتواجد معسكر للحرس الجمهوري. المعسكرات تحيط بالمدينة من معظم الاتجاهات، لكن عملية إمداد الثكنات داخل المدينة تفشل أحياناً بسبب تصدي المسلحين لها. أما سكان المدينة فيذوقون الأمرين بسبب هذه الأوضاع الأمنية. الميزان العسكري بين قوات الرئيس صالح ومسلحي أنصار الثورة قد يعطي الانطباع بسهولة حسم المعركة لمصلحة القوات، غير أن اعتماد المسلحين على أسلوب حرب العصابات ربما يفقد تلك القوات عناصر التفوق. تواجه القوات الموالية للرئيس صالح خصمين لدودين يتفقان في الهدف ويختلفان في الوسائل، هما شباب الثورة السلمي والمسلحون من أنصار الثورة. الأول يقول بأنه سيواصل مقاومته لعنف قوات صالح بالصدور العارية، أما الثاني فيرى بأن السلمية لا تعني عدم الدفاع عن النفس. وبين الرأيين يقول حكماء بأن حقن دماء اليمنيين يكمن في رحيل الرئيس صالح. حمد البكاري، الجزيرة، تعز.